مبدئيا انا جيت هنا النهارده عشان اقول لمحمود وسوزان مبروك فرحهم الاسبوع اللي فات، ويمكن الفرح عمل دوشه على السوشيال ميديا، في ناس كانت ما بين مؤيد ومعارض. هو فكره محمود وسوزان اتعرفوا على بعض وقصه حب كبيره، ومحمود حب ان هو يبين حب لسوزان وقت الفرح، فقام بتقبيل قدمها. ما بين مؤيد ومعارض كل واحد للي ليه واللي علي عليه، لكن راجل بيقدر مراته امام الجميع. فتعال نسمع محمود وسوزان. الف اول حاجه الف مبروك، ويعني ربنا يجعل ايامكم كلها سعد يا رب يا رب يحفظك. خطوه شجاعه حنينه، لكن البعض هيشوفها بشكل تاني، فاحنا في مجتمع شرقي وليه حكم اخر. ما قلقتش من الخطوه دي؟ والله انا عملتها على اساس ان اكرم الست والموضوع هيخلص، ما كنتش عارف ان هي تتلقط وتترمي ويحصل من وراها الضجه الرهيبه اللي احنا عايشين فيها دي. كان عندي، يمكن حضرتك استغربت قبل ما نسجل بتقول انت متابع، متابع. كان عندي حوالي 60% بيلعنوا سحبوا مني صفه الذكوريه وانا مش راجل بالفعل، وعندي 40% ناس طيبه ومحترمين وبيبصوا نص الكوبايه المليان، شكروا امه وهنوا وقالوا يا رب يسعدكم، ما بصوش لكلام الناس. الحمد لله دلوقتي بعد اكتر من لقاء بدات الكفه تعتدل شويه، بقت 50-50. وصلنا النهارده ل 55 مؤيد و 45 معارض. ما كنتش عامل حسابك على كل ده خالص، ولا كان في دماغي، ولا انت طلبتي ده ولا في بالك؟ لا 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 انا انت سوريه يا سوزان صح؟ منوره مصر. نور عيونك، تسلم. لما عملت الخطوه ديت انت كنت عامل في حسابك ان انت يوم الفرح في الزحمه دي هتعمل ده، ولا هي جت عن احساسك ساعتها؟ بص يا استاذ تامر، انا حد كل واحد في نظر نفسه غالي وعزيز، صح اكيد. فانا يعني الحته ديت الايجو عندي عالي فيها قوي، وحاسس ان انا حد عنده قيمه مش قليله، وفي نفس الوقت كنت عامله شرط تعجيز، لان بجد ما كنتش شايف انثى تستحقني. انا قلت اللي هتتجوزني لازم تقول لي ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني، وده ادلالا بقى على مثلك الاعلى الاستاذ عادل ادهم لما كان بيقول انا مستنيك تقول لي الثلاث كلمات انا تحت امرك. فقلت هي لازم تقف كده تقول لي ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني، فنقالك كده هتجوزها لو احنا واقفين في الشارع. فالست دي قالت لي كده. انت طلبت منه ان هو يتجوزها؟ ده كان ايه الموقف؟ يعني كان يعني الموقف ده كان قدام ناس ولا ما بينكم وما بين بعض، ولا كنتوا فين؟ هو قدام الكاميرا قلت لها تسجليها عشان يبقى معايا. اول شيء كان بيني وبينه، كان بيني وبينه. اوكي. اول شيء كان بيني وبينه، وبعدين سجلناه على الكاميرا ونزلناه على صفحته وصار اللي صار. نزلتوها على صفحتك؟ ان انت بتطلبيه اثباتا للحقيقه اللي انا عايشها. فانا رديت عليها حضرتك قلت لها والله وانا وربي وما اعبد لا اعمل لك فرح، لا خلي بنت قبل منك تفرح فرحتك، ولا بنت بعد منك هتعرف تفرح الفرحه دي، كبيرها هتقلدنا ومش هتعرف. فطبعا حضرتك انت فاهم لو عملنا فرح برقم مادي كبير قوي وبلغنا في الاسراف، في ناس افضل منك ومستواها المادي افضل بكتير هتعمل احسن، يبقى انت ما حققتش وعدك ولا رجولتك ولا الوعد اللي وعدته للست. ففكرت في التركه دي، انسيال بدل ما يتلبس في الايد يتلبس في الرجل زي الخلخال بتاع جدتي زمان. واروح بايس رجلها كنوع من انا اصلا ما تبعتش، فانا اسف. انت كنت بتلبسها زي انسيال انسيال في رجلها اللي هو مكان الخلخال رمزا يعني، ولما لبسته لها رحت بايس رجلها، وبس ببص رجل مراتي، ما ببصش رجل مرات حد، ولا قلت لحد بص رجل مراتك ولا هات لمراتك ابص رجلها، انا بص رجل مراتي. حتى انا برضو في برنامج اخر مع احد زمايل سعادتك قلت له يعني كم من نساء العرب بتقبل في اماكن العفه بتاعتها في الحرام، فين الرجاله من ده؟ جايين على راجل بص رجل مراته وهديني الدنيا، وانا اللي لغيت الركوله، وانا اللي محيت الرجوله من على وش الارض، وانا اللي مش راجل. طب انا اثبت للناس ازاي ان انا راجل حضرتك؟ مش عارف. ما فيش حد يثبت لحد حاجه، انت راجل قمت بتصرف، الست دي مراتك. انا بالنسبه لي انا كنت عايز اعرف خلفيات الموقف، خصوصا محمود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هو كانسر سيرفايفر، هو محمود كان متعافي من سرطان بعد سنين طويله. دي قصه حب، ايا كان مين عبر عن التاني للتاني عن حبه نعرف، ويمكن احنا مستغربين على فكره، احنا مجتمع قل في الحب، ففكره ان تعبير عن الحب بالشكل ده اصبح مش موجود. فيمكن في ناس مجتمع شرقي واحنا جايين من خلفيه سيسايتي، يمكن عندهم فكره ثانيه الناس بتفكرهم ايا كان. لكن انت لما هو عمل كده
عملتي ايه؟ انا تفاجأت، انا بالامانه تفاجأت يعني اللي عمله، يعني هو خبرني بالبتك، لا قلت له لا 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 لا، قام قال لي لا مالكيش فيه وعمله، وتفاجأت فرحه معلش يعني انه بتصير هيك قدام معازيم وكذا، ما صارت لست عرفت كيف؟ وانا بعيني ابدا ما نزل، الناس بيقولوا حتنزل من عينك، لا 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 بالعين، كل ما انه بيكبر بعيني اكثر مع كل موقف وكل كلمه حلوه وكل طبطب علي وكل كذا بيكبر بعيني اكثر. كل واحد فيكم كان عنده تجربه جواز قبل كده، انتوا داخلين العلاقه دي كل واحد فيكم يعوض التاني على اللي شافه قبل كده؟ اكيد. انا قلت يعني انا اللي له في الكوره ومش ثاني، ما حدش له في الكوره، ملوش في الكوره يعني. الحكم رفع 6 دقايق وقت ضيع وفات منهم 5 وجاي ضربه جزاء، يا تيجي جون يا ما تلومش الا نفسك. يعني خلاص ما فيش، خلاص ما فيش، اللي جاي مش زي اللي راح، يعني احنا مش زي الشباب هنخطب ونتعرف فلا يحصل تخاف تفاوت او نتجوز شهرين ونطلق. يعني انا يعني يمكن حتى يمكن هي عندها فرصه بعدي، انما انا بتكلم بتتكلم 60 سنه بقى يعني. لا انا مش عايز اقول الرقم، انت اللي بتقول الرقم يعني. انا هو ما فتحتش بقي، انا بس انا مش فاهم 60 سنه ازاي على فكره. الحمد لله. لا اديك الصحه يا رب. 60 سنه ازاي ما شاء الله. حضرتك معلومه بسيطه والجمهور حضرتك، بيقاس عمر الانسان بثلاث وحدات قياس، الاولى اللي هي هابي بيرثدي دي وكل سنه بتزيد سنه خلاص تمام، الثانيه العمر الافتراضي ودي بيقاس بعدد خطواتك في الحياه واحتكاكاتك بالانماط البشريه المختلفه، الثالثه هي الساعه البيولوجيه للجسد. العمر الميلادي والعمر الافتراضي دول بيزيدوا، يعني لك انت تخيل مثلا انا عمري ميلادي 60 سنه، عمر افتراضي 800 سنه ترقيما كده. الساعه البيولوجيه دي بقى من نعم ربنا علينا بتتقدم وبتتاخر، يا بتتقدم بالخمسه ومضاعفاتها يا بتتاخر بالخمسه ومضاعفاتها. فانا 30 سنه وساعة بيولوجيه وبسعى بعد الجوازه دي، بس ما كنتش متخيل اللي هيجرى لي ده ان انا انزل 25 سنه ساعة بيولوجيه. انت ليه اللي بيجرى لك ده؟ انت ليه اخد الموضوع ان هو لا يعني لا ان هو مضايقك او مش مضايقني؟ تقييم الاخرين ايه علاقته بجوازكم؟ انا مش فاهم. انا مش عارف وانا سحقت الرجوله وانا مش راجل وانا دلدول وهي عامله لي عمل بجد؟ قالوا انت انك عامله له عمل؟ ما شاء الله. كل انت اعطينا مكان العمل وانا عملت له العمل. انا بجد ستات بعتت لك ودي داخله عليه مصلحه، انت اللي وارثه، انت اللي دافعه على الفرح ليعمل لك كده. هي ورثه وانا سعيد ان انا وقعت في واحده غنيه وفي ناس ثانيه هي اللي عامله لي عمل عشان تاخد فلوسي. وفي ناس الشبكه حديد. انا اللي دافع تكاليف الفرح ومديته فلوس عشان ايه؟ عشان يعمل التركه دي. انا الفرح وانا لابس رجلي عشان هي غنيه بقى وانا برضيها. لا والله. طب انا والله انا اسف والله العظيم ما اعرف حاجه من الحاجات دي. انا كل ما بصراحه انا اتقال لي في ليله الفرح الزوج قبل رجل زوجته. فقلت دي قصه حب. انا جاي على قصه الحب ان انت بتعلن حبك ليها. انك تصون مراتك او تصونها باي شكل بقى، كل واحد حر. انا ما مش ارميش ان انا احكم على حد باي شكل ايا كان، لكن ما تخيلتش الابعاد دي، الفكره دي. طب اسالك سؤال انت اتربيت ان والدك كان حنين وكان بيقبل رجل امك كده؟ الله يرحمه، ابويا كان السيد وكان اسمه السيد وكان السيد. لا والله ليه شخطه ونطره في نجيب محفوظ. ابويا كان عايش بحذافيره بجد. بس ما كانش بقى كاتب وروائي وشاعر ورومانسي وفلك ونجم، ما كانش ده وروايه، ما كانتش حياته كده. طب وهل ده اللي خلاك تطلع حبيب وبتعبر عن حبك بشجاعه كده؟ هي تقول لك ده انا بحب الهوا اللي بشمه، انا بعرف اطبطب على نفسي، بعرف ادلع نفسي، بعرف اهني نفسي، فمن باب اولى الدائره المقربه في اقرب ليك من زوجتك. صح. بس صح، لان اي سعاده بتنالها هي بتنعكس عليك. واحنا قلناها 100 مره اقول ما تقولهاش، بس انا مصمم اقولها مع حضرتك عشان هتتفهم. لقاء الواحد صحيح عشان ما تطلعوش، احنا شبه بعض، احنا مجانين شبه بعض، احنا بنسمع نفس المزيكا. غربي وشرقي وقديم نفس التيمه، وتيجي تقول لي مثلا ايه رايك في الاغنيه دي؟ سمعت هذه الاغنيه اروح مغنيها لها. لا والله على فكره هم اتعرفوا على بعض من على الفيسبوك، ده الجديد كمان يعني، من صفحه فيها 4 مليون واحد. دي برضو انا مش فاهم يعني، انتوا شبه بعض قوي، اتعرفتوا على بعض من صفحه فيها 4 مليون واحد؟ ما دي غريبه على فكره يعني. بس ما هو طب ونعمه بالله. ونعمه بالله. صدق انا احلى تعليقات اجتنا شو هي؟ ايه؟ انتوا توأم الشعلة. بسمعها كتير على السوشيال ميديا، توأم شعلة. بس بقول لك دي علاقه متعبه على فكره يعني، تحبوا بعض قوي وبعد كده تنفروا من بعض قوي او مشاكل. انا قلت لها هو له قانون، لو الناس عرفته مش هتضل الطريق. إيه؟ أقول لك إن وجدتموهم لا تتفلتوهم فهم للكون طاقة.
إن وجدتموهم لا تتفلتون فهم للكون طغوا. فشوف حضرتك الغل والحسد والحقد والشتايم واللعنات وكل الكلام ده كله وكره النجاح للآخر، دي طاقة سلبية بتتحكم في الناس، الشكوى والظروف صعبة وهنروح فين وهنيجي منين، كل دي طاقة سلبية بتأثر على المود بتاع حضرتك. ممكن تبقى نازل من الساعه من النوم لابس التصوير، بتنزل بس البواب او السواق او اي حد يقابلك او عامل في الاستوديو عامل مشكله مع مرات الطاقه السلبيه بتاعت، بس تلاقي جت عليك كده تلاقي نفسك فجاه بعد ما كنت منتشي وداخل مركز قوي تلاقي مودك قل سنه. بما ان انا غاوي الحكايه دي وبقرا عنها كتير وبكتب عنها كتير فانا متمسك بيها، بقول لك يعني لما اكون في ست مع الازمات دي كلها قادره انها تحتفظ بطاقه ايجابيه تهزني انا جبل الطاقه الايجابيه، انا بحرص على ان انا القطها من الكلاب والقطط والبني ادمين والمزيكا. فلما تيجي تهزني لا ده بالفعل ان وجدت مش هفلتك. انا قلت لك انا هتجوزك بعد قد ايه؟ بعد ربع ساعه من اول لقاء بيني وبينه. ايه لا 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 استنى لا دي قلت بعد ما تقابلت اول لقاء قال لك ايه بربع ساعه؟ قال لي انت مراتي. قال لي انت مراتي. قلت له شو عم تحكي انت؟ لا انا مرات جواز هيك وبالنظر طويل انا مش حد يغلط. لو يعني انتوا اتقابلتوا من على الفيسبوك في تقريبا حوالي 15 يوم مكالمات على التليفون وكذا عم نحكي بتفاصيل المشكله وهيك، بعدين عزمني على فرح بالقاهره هون قال لي بتمنى اني اشوفك. وبعدين جيت وتقابلنا ربع ساعه فعلا والله استمر انا عندي روايه من تقريبا لا لا انت ما تكروتنيش هات المايك لا ايه يعني ايه ربع ساعه اللي عرفت ان الست دي تبقى مراتك؟ من فضل الله عليا عندي روايه من تاليفي اسمها الفريق بين الساده والعبيد، اصدار 9 سنوات فاتوا. كل اللي بيحصل في الشرق الاوسط والوطن العربي ومصر تحديدا والعالم انا متنبئ بيه حتى 2050. فلما اقعد مع واحد هتبقى مراتي بعد شهرين وما اعرفش يبقى انا مدعي. طب يعني اديني مؤشر يعني انت اقول فيك عندك حاجه فيها عين بصيرة. انا بتكلم لا انا قلت في لزمايلك في احدى القنوات مش ذاكر ده على ذكر اسماء واخدين المقطع مخصوص ومنزلينه، انا بتحدى طوب الارض في الاكاديمي انا يا فندم احد المستبصرين العرب ما شاء انا الله. بشوف الحاجه قبل ما تحصل بجد والله ما شاء الله بعرف الحاجه قبل ما تحصل وده كرم ورزق ومنه من المولى عز وجل. فانا قعدت معاه اتكلمت معاه في حته مزيكا شغاله لي حاجبها رمش كده مع دم مزيكا زي انا ما قلت لا 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 انت هتبقى مراتي شو عم تحكي؟ قلت لها بس هيتي ايه احنا لسه بنتعرف وبنتكلم ولسه هنتعرف بس انا بقول لك اهو عشان افكرك هتبقى مراتي وهيجي يوم اخليكي تندم على كل ساعه عدت ما انتش مراتي فيها. وندمت اني اتدللت عليه. اي والله والله ندمت اني اتدللت عليه وتاخرت بكتب الكتاب. لا لا وانت اللي اخرت الموضوع. مفكر ودلال الانثى مش عايزه توافق من اول عرض. قلت انا وانا عارف النهايه حتى اعرفه اكتر تعرف عليه اكتر انا رايحه فين يعني مو اي واحد انت مراتي انا عايزه اتجوزك يلا بينا وصح ولا لا لازم تدرس الشخص قدامك كتير منيح. مش كلنا عندنا مستبصرين زيه يعني اكيد كل واحد عايز يفكر. خد دي بقى يوم اللي كتبنا الكتاب فيها نزلنا من عند المحامي مسك ايدي ولففني بالسوق قسما ليش البنات صغار؟ لا والله والله العظيم بالسوق يعني قعدك مسك ايدك وقعد يلففني في وسط الشارع؟ قال لي نورتيني حياتي انت واولادك وحتى حيواناتك. انا عندي حيوانات بص ان شوف يعني التقدير والايه يعني يعني هو مش موقف بس اللي احنا بنتكلم فيه في فرح لا هو الراجل بيعبر عن حبه كل لحظه معه فيها موقف حلو كل لحظه بعيشها معه فيها موقف حلو وصلت الفكره لوين حلوه. انا بحب الاثنين مبسوطين مع بعض. لا والله حلو يعني لو انا ماشي في يعني سيبك انا ما اعرفكوش انا ماشي في الشارع لقيت راجل بيدلع مراته او بيلففها في وسط الشارع زي ما انت هتبتسم وتنبسط وتقول الله يسعدهم بصراحه هفرح بجد بالله هفرح لكن انا مش فاهم بس ثواني بقى هو انت بص رجل مراتك في الفرح ايه بقى اللي ده يطلع الفيديو على السوشيال ميديا انا ما فهمتش ما دي يعني مش حاجه بينك وبين بعض وناس حضرتك الموبايلات والتصوير في لحظه وبعت يعني فاهم انا بقول لك طبعا التليفون في ايد المساعد بتاعي في القاعه خلصت ببص على الموبايل لقيت رسائل نزله على الصفحه ده نزلت وفضيحه. طب انا عايز اعرف راجل بيبص رجل مراته حتى وان كانت غلط فضيحه ليه؟ طب لو ملفوفين في ملايه لف هتبقى ايه يعني لما دي فضيحه سمي غلطه سقطه اسقاط عملت لك مشاكل بجد والله ستجوز ان شاء الله. انا بص بفضل الله يعني اي حاجه بعملها ما بندمش عليها في عيلتك
لا هو بس عشان بستأذن معلي. لا لا يا حبيبي انا قصدي انا بدردش. لا خلاص لا مش عايز ادخل حاجه مش تعليم دي واحده اي حاجه قديمه ما عادش. لا لا بنتكلم في الموقف ده في اللي جاي بعدين. انا يعني اللي ساعدني ان انا اوصل للسن ده مع المرض الخطير اللي انا بعاني منه وبدوس عليه اللي هو الحب والتفاؤل والطاقه الايجابيه. اي حاجه فيها طاقه سلبيه او فيها اذى او فيها برافو عليك. اللي فات فات بقى. طب اسالك سؤال بردود الافعال اللي حصلت ديت كنت هترجع تعمل لو رجع بك الوقت هل الموقف ده ما كنتش هتعمل؟ ده انا هعمله 100 مليون مره. ده انا دماغي انشف من السرنجاتي بقى. تعمل دماغي ناشفه قوي. دماغي ناشفه قوي. دماغك ناشفه قوي ولا بتحبها قوي؟ وبحبها قوي. وفي ناس كتير دخلت تبارك وفرحانه بالموقف وقالت علمتونا الحب واديتونا امل في الحياه. الناس دي من حقها انها تفرح وتنبسط. واعمل لها كده 50 مره والمره الجايه هتبقى بوز جزم مش بوز رجول. تمام. وفي ناس يعني خدت الامور بشكل سلبي وقعدت تشتم وتهين. فاذا كان الكلام ده بيحرق دمهم ده انا هعمله 100 مليون مره برضه. وانا من الرجاله اللي لما بتقول حاجه ما بترجعش فيها وما بتوعد وعد بتنفذه. وما بيفرقش معايا غالي من رخيص. اللي حبيبني جزمته على راسه واللي مش حبيبني هو وشأنه. حتى لو وصل بالامر انه يشرب من تحت رجلي انا ما بتكسفش وواثق في نفسي. واللي عملته ده انا كنت عايز اعلن ان انا راجل واثق في نفسه قوي وعايز اكرم الست اللي هتعيش معاها الساعتين اللي فاضلين في الحياه. يديك طول العمر. انا انا احترم كل من هو يعني يقدر زوجته ويحترمها. يعني دين قال مودة ورحمة. انا احترم المودة والرحمة عشان ده فرض علينا في كتاب الله عز وجل. واحنا على نهج رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو ازاي كان بيعامل زوجاته. انا ما اقدرش اتدخل انت تعامل زوجتك ازاي. بس مدام شايف ان هي قاعدة مبسوطة بالشكل ده بتلففها في الشارع وان انت صاينها وان انت واعدها وان انت في وقت الفرح عايز تقول للناس ان الست دي فوق راسك. انا احترم الراجل اللي بيقدر شريك الحياه ايا كان بقى نوع التقدير ده. انا اتفق معك او اختلف معك ده شيء ما يخصش حد انه يقيمه. اتنين متجوزين احنا بنتكلم على جواز. احنا بنتكلم على جواز مش بنتكلم على حاجه. جواز دي زوجة الراجل ده نحترم ده. فكرة بقى انها ضد مبدأ اتربينا عليه بعادات شرقية سي سيد كل واحد يخصه بقى خلاص ما عجبتكش ما انت بتعملوش. بس راجل بيحب ما تعملها بالطريقة دي يخصه مش من ايدينا ان احنا نحكم عليه. ناوي تعمل حاجة دي الفترة الجاية؟ هتعمل حاجة تانية تخلينا نيجي نصورها يعني ولا ايه؟ مش فاهم. احنا نعمل حاجة تانية مخصوصة عشان نقابل حضرتك. لا يا حبيبي انت الف مبروك. انا مبسوط جدا اتعرفت عليك بجد والله. انا مبسوط اني اتعرفت عليك. ربنا يخليك. يعني اهو اللقاء ده كله انا مترجمه حاجة تانية. قصة حب واحدة من دولة شقيقة سوريا ومصري. كل واحد عنده حالة طلاق. طلاق ده بيهد على فكرة. اه طبعا. وانتوا كأنكم عندكم 20 سنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 15 ما شاء الله حب يعني وفرحة يعني. أنا 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 حتى صدق أنا ناسي الموقف يعني أو مش تركيزي على الموقف. أنا تركيزي على الفرحة الحلوة دي. وإن أنتوا عايزين أنتوا الاتنين تخلوا بعض تعيشوا صح؟ صح. ألف مبروك. الله يبارك فيك وربنا يساعدكم. ربنا يحفظك. واي حاجه تضايقك ما اكيد بقى انت افرح بيها وخليها تفرح بيك. ما تركزوش يعني. بس من شويه التسجيلات وشويه المداخلات دي نجم بقى عشان هو لا مش خالص. انا عارف انا عارف انا عارف على اساس نروح نقضي على البحر اسبوع. هتروحوا فين؟ هو الموضوع لسه قايل تصوير ومداخلات حلو. يلا ربنا يسعدكم. ربنا يسعدكم يا رب والعمر كله ليكم يا رب. منورين مصر منوره مصر. شكرا جزيلا. بشكركم جزيلا. شكرا جزيلا.